اليوم حابة أتكلم عن لقاء المغنية دنيا بطمة في تلفزيون الكويت في برنامج ليالي الكويت مع عبد الله يحيى. أنا أبيت حكي عن جوانب شفتها في هذا اللقاء. للأسف اللقاء كان وايد ضعيف، كان في كمية من السلبية أكثر من الإيجابية. حسيته أنه مو عبد الله يحيى الإنسان البروفيشنال المحترف اللي قاعد يقدم برنامج في تلفزيون بروفيشنال نفس تلفزيون الكويت. انا رغم ان انا وايد اعز عبد الله، بس عبد الله يعني حسيته انه كانه جو بروفايلات الانستغرام قاعد يسوي، وهذا فرق. هذا لازم نفرق، يعني فرق الهواة عن المحترفين يفرق هذا الشيء. بس انا اتحكي عن دنيا بطمه. دنيا بطمه طبعا في هذا اللقاء اللي استمر حوالي 10 دقائق كان صبت فيه درجه من الغرور لا اله الا الله عليها. يعني اول شيء لما تقول انا اي احد يبي يثير الانتباه يجيب طاري، حسستني ان كانها احلام لما قالت ان اي واحد يبي الشهرة يشتم احلام. في الاخر تقليدك حق احلام دنيا بمفرداتها بشخصيتها في الاخر ما يوصلك لشيء، رغم ان انت عندك صوت مميز ولشلون خاص فيك. انا ترى احب دنيا كمغنيه، بس يمكن الاشياء السلبيه اللي في حياتها اللي قاعد تنتشر في السوشيال ميديا برضاها وبرضا عائلتها، يعني هم مسوين كذي. لكن انا اتحكى ان سالفه تقليدها او الاعمى حق احلام، في النهايه بقول كلمه سواء لاي شخص سواء دنيا بطمه او غيره، في الاخر في احلام واحده، ما راح يصير في احلامات وايد، بس أحلام واحدة بشخصيتها بأفكارها بمفرداتها بأقوالها. في الآخر حتى لو أنت كنت تحبينها التقليد كان واضح أن أنت قاعد تقلدين أحلام. المهم عبد الله يحيى في بعض الجوانب في هذا اللقاء حركاته مشيته وردته ونظرته شوي حسسني أنه هو قاعد يقلد نيشان، مع ان عبد الله ما ينقصه ابد الكاريزما، وانسان وايد محترم وعنده طموح قاعد اشوفه، يعني قاعد يكبر ويستاهل. يعني واحد من شباب الكويت نتمنى له يعني انه يكبر بالعكس. لكن انا اعتقد في مشكله عند عبد الله. عبد الله انت معد شاطر، اعتقد ان انت ما انت محتاج احد يعدلك. انا اعتقد ان الاعلام الشاطر هو اللي يقدم مادته ويعدها، وانت معد بالاساس، انت معد اتجهت الى التقديم. فاعتقد ان انت لو تمسك الفقره بروحك راح يكون افضل، بعيد عن الاسئله مال السوشيال ميديا. مو كل شيء في السوشيال ميديا ينطرح من اراء سليمه انت تاخذها تصبه في اعلام بروفيشنال. المهم بتحكي عن كلامها، يعني اول شيء انا يعجبني فيها قالت حق عبد الله انا ما أحب أجيب، أنا قررت إن ما أجيب أسامي أحد في لقاءاتي، وما شاء الله اللقاء كله أسامي. هذا وأنتي ما عندك نية وما أنتي حابة. جبتي طاري حنان رضا، مشاعل، عساف، أحلام، سيرين، ابتسام، شيرين عبد الوهاب، نانسي، بلقيس، سعد المجرد، تامر حسني، كل هذا يا دنيا ما لا تبيت ما يبتي طاري أي أحد. ذكرتيني في سعيد صالح من لسه مشاغبين لما كان يتحكي عن أمه، لما قال أنت منو أنت شعرفك بالأشياء هذه، قال وأنا خذيتها من أمي. يقول أن أمي أنا أقعد جنب أمي وأمي نمامة، أقعد معاه ويقول سكوتي فلان اتطلقت، سكوتي فلان اتجوزت، سكوتي. وأخر ما يقول ما تجيب سيرة الناس كلهم تقول ملناش دعوة، دع الخلق للخالق. بالضبط دنيا هذا اللي سويته بالضبط. بس مع أني أنا معاها في كلمة واحدة لما قالت عن حنان رضا، قالت إن هي مو نجمة، وهي فعلا مو نجمة. حنان بعد في بدايتها، يعني لا الناس تعطي شيء حق إنسان ما يمتلكه. يعني هي بعدها مو نجمة، وفي فرق ترى بين النجومية وبين الشهرة. الشهرة وايد ناس تحققها، حتى في الانستغرام حققين شهرة، لكن وين النجومية؟ النجومية تدرون شنو؟ لما تنزل حفلة تفول نفس أحلام، نفس راشد ماجد، نفس حسين جسمي، تامر حسني، شيرين عبد الوهاب، أنغام، نوال، وايد ناس. يعني هذول نقول عنهم نجوم قادرين ان يفولون. ففعلا ان حنان رضا مو النجمه، مع ان هي هم ارد
لما قاعد تتكلم عن محمد عساف تقول هو شنو سوى، وانا اذا انا ما راح اسوي وياه دوتو، واذا بسوي انا دوتو بسويه مع نجم. زين انت من حقك تسوينه مع نجم، بس ترى انت مو نجمه دنيا بطمن. يعني في اشياء قالتها ترد عليها. بالتالي انا اتمنى ان هي تركز فنها بعيد عن المشاكل واخري عن سوالف الاشياء العائليه. في الاخر انت مو متزوجه رجل نفس محمد الترك قادر على انه يحل مشاكله مع طليقته. لا تدخلين في السايد، ترى فكره دنيا راح تنكرهين. يعني في ناس وايد تحب صوتك بس كارهه شخصيتك، والسبه شنو سالفه ان انت تزوجتي محمد الترك وخذيتيه من زوجته، مع ان انا ما عندي الريال، انا عندي وجهه نظر ما في مره تخطف ريال. الريال يروح بكامل ارادته انه رايح حق فلانه بتزوج فلانه بترك فلانه، وحط باعتبار اشتباك رياي بتصير ام. تذكري ترى داين تدان، ترى ممكن، انا ما اتحكى، انا ما حد يعرف الياي، بس انا اعتقد انه ممكن تتعرضين لنفس اللي صار حق طليقه محمد الترك. نفس ما تركها من اجلك باكر ممكن يبيعك عشان شخص ثالث. هذا ممكن يكون اي انسان، واتمنى لك ان انت اساسا تستمرين وان تكون حياتك سعيده، يعني بس بعيده عن ظلم الاخرين. عرب ايدل كانت البدايه، اعلاش تغيب كانت الانطلاقه، مع عبد الله الفنانه دنيا بطمه. مساء الخير مشاهدينا، ومساء الخير للفنانه دنيا بطمه. اهلا، مساء النور. حياك الله دنيا، منورتنا بالكويت. لكن اسم دنيا ارتبط بالمشاكل شوي. يلا يمكن السبب ان ترى انا مو انا اللي اخلق المشاكل على فكره. انا انسانه يمكن كل واحد يحب يثير الانتباه يجيب سيرتي في الموضوع. اليوم نبي نبارك لك على خبر المولود. الله يذكر المولوده. المولوده اليوم تاكدين هذه المعلومه؟ اي اكدها، لان كل مره يطلع اشاعات ودنيا بطمه حامل ودنيا بطمه ما ادري شنو صار فيها ودنيا. لا انا في كل هذه الاشياء، والان اقول لكم انا حامل. فكرتوا باسم المولودة؟ ايه. غزل. ام غزل نقول لك. ام غزل ان شاء الله. كذي اليوم ما حد بارك لك في خبر الحمل؟ لا بالعكس. باركتي من فنانة مشاعل. انا احبها. شوف ترى انا ما استنى احد يبارك لي او يقول لي الحمد لله على السلامة، او انا الوحيدين اللي استنى منهم الحمد لله على السلامة والف مبروك هي عيلتي والناس اللي تحبني ومعجبين بدنيا بطمة وزوجي. طليقة زوجك ما باركت لك؟ انت ايش تطلعون لي هذه السالفة؟ انا ابي اعرف. ما انتظر، اقول لك ما انتظر من فنانين، انتظر منها تقول لي مبروك. تنصحين زوجك بالتنازل عن حضانة الاولاد؟ على الاقل تبعدون عن المشاكل. لا سامحني، انا قبل لا اعرف هذا الانسان هو مرتبط في عياله، يحب عياله لأبعد الحدود، فمستحيل اني احرمه من قطعه منه. مستحيل. ممكن قلتي هالتصريح من قبل، وايضا بوجود حلا في أي؟ لقاء تلفزيوني. اي. الناس لاحظوا عدم تقبل حلا الكلام اللي ذكرتيه عن والدتها. لا بالعكس، لا هي عايشه الوضع وعارفه شنو يقول لك يرغموها، وسترى ما في احد يرغم احد على شيء. بس حركات ايدها والايماءات اللي كانت بويها. لا مسكينه هي ترى، لان مش بتسوي، لان تدري انه هذا صح ومش عارفه شلون توصله وخايفه ومجموعه من الاشياء. تعد دنيا من الاصوات المغربيه اللي فرضت نفسها على الساحه الخليجيه وخصوصا في البحرين. واليوم وجودك في البحرين، وين تصنفين نفسك بين نجمات البحرين؟ نجمات البحرين؟ هي في نجمه بحرينيه واحده، هند البحرينيه. انت قبل هند؟ لا انا بعد هند. الفنانه حنان رضا. انا تكلمت عن النجوم. حنان رضا اذا تفكر، اذا يعني عندها في بالها انه هي صف اول، هاي شيء يرجع لها. بس انا اتكلم عن نفسي، انا اقول لك عن نفسي، انا اقول لك انا انسانه مبتدئه، انا دنيا بطمه صح، ما مني اثنين. اتجهتي دنيا الى الاعراس فاطلقوا عليك لقب طقاقه، هذا اللقب يزعلك ولا لا؟
ليش يزعلني؟ أنا فنانة والناس اللي تقبل هذا الشيء تقبله، واللي ما تقبله تبي تقول طقاقها كيفها. في مقارنة اليوم بين دنيا بطمة وأحلام. إيه من أي في الصور، في نوع الثراء أيضا، البيت، يعني يقولون من أغنى 5 امرأة في العالم دنيا بطمة. يمكن 10. لا لا، شو الموضوع هالإشاعة؟ غنى لله، بالعكس يعني أنا قاعدة أتقاسم بكل عفوية مع 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 الناس اللي تحبني. أنا ما أتقاسم مع الناس اللي بس ورا المشاكل، لا، مع الناس اللي تحبني قاعدة أنزل أتقاسم معاهم الحياة اليومية. يمكن هي بعد تحب الناس اللي تحبها نفسي. شو الشيء اللي تقاسمتي وياه؟ ما في، يمكن انتقادات الناس الزايدة بدون جدوى. بس شوف، رغم انتقادات الناس وكلامهم لها وتوجيهاتهم القاسية لها، تتم أحلام. أحلام شيء كبير، شيء أحبه. لم تخفي دنيا دعمها للمواهب المغربية الشابة بحكم تجربتها السابقة بهذه البرامج. كل فنان أشوفه مغربي في برنامج بعيد عن بلده مستحيل إني ما أدعمه. حتى لو صوته مو حلو؟ حتى لو صوته مو حلو يبقى من بلدي. تسام تسكت. إيه. دعمتيها لأن صوتها حلو ولا لأنها من بلدي؟ لأنها من بلدي. وصوتها؟ مو بذاك الزود صراحة. شنو سبب خلافك اليوم معه؟ يمكن سوء تفاهم، يمكن ما فهمنا بعض، يمكن وصلني شيء غلط. صراحة دنيا الفن يغير الإنسان. أي. وغير الفن دنيا. غيرني للأحسن. وغير منه للأسوأ. اسأل روحك. أنت سألتني عن 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 اسم صح؟ رغم أنني ما أحب أذكر أحد في صرت ما أحب أذكر أحد في لقاءاتي، بس الصراحة والحق حق. هو قال إن دنيا بطمة طلعت قبلي، بس شنو سوت للفن؟ شنو سوى هو؟ شنو سوى؟ ما كان في فكرة لي أعمل ديو؟ ولا راح تكون. أنا إذا بسوي ديو أسويه مع نجم، أتكلم عن نجوم صف أول، مو فنان مبتدئ. أنا عن نفسي أنا ابتديت قبله، وعندنا في المغرب مقولة تقول لي سبقك بليلة سبقك بحيلة. وبدون لف ودوران وحيلة سألناها عن مجموعة من الأسماء. سيرين عبد النور نجحت في التمثيل وفشلت في الغناء. صراحة أنا حبيتها في التمثيل أكثر. شيرين عبد الوهاب أدائها وخبرتها أفضل من نانسي عجرم كلجنة تحكيم. لا، كخبرة أعتبرهم اثنينهم أوكي، بس كلجنة تحكيم أحس نانسي مسكنة طيوبة. شيرين أفضل منها. شيرين أفضل في لجنة التحكيم، يعني تقنعك إذا عطت كومنت لأحد. بلقيس تأتي بالمرتبة الثالثة بعد أحلام ونوال الكويتية. أي. ودنيا بطمة تي بعدها، بعد بلقيس على طول. مطرب الشباب الأول سعد المجرد ولا تامر حسني؟ أوه. عندنا في المغرب مطرب الشباب الأول سعد المجرد. نجحت أكثر بتقديم اللون الخليجي، ديانا حداد أم يارا؟ يارا. دنيا بطمة جاهزة للاتهامات؟ تعودت على الاتهامات، تفضل. دنيا بطمة، أنت متهمة بأنك لم تقدمي لبلدك المغرب أي عمل يذكر، وركزتي في فنك على اللون الخليجي. لا، هذه كانت في فترة من الفترات فقط. أنا كان عقد احتكار، والآن أنا حرة طريقة وأغني اللي أبيه. ذكرتي شركة الإنتاج، أنتي من أوقد شرارة الخلاف مع هذه الشركة؟ لا بالعكس، هو شوف، هو برضا من الطرفين، لأنه كانت آخر فرصة أنه هذا العمل راح تقدموا لي كذا 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 كذا، هذه الأعمال اللي تقدموا لي، إذا مشينا على هذه الخطة يا هلا ومرحبا، ما مشينا
مستحيل اني اتمم واكمل. شنو كان خلاف معاها؟ انه ما مشوا على نفس القاعده، لان حتى الاشياء موجوده في العقد، بنود مطروحه ما مشوا عليها. دنيا بطمة، انت متهمه برفض المشاركه في المهرجانات الخليجيه لانك تشترطين مبالغ كبيره. لا لا، هذا اتهام كاذب. ما تشترطين اي مبلغ؟ اشترط مبلغي العادي لاي فنان عنده مبلغ معين يمشي فيه ويقترحه. من يحدد هذا المبلغ؟ تحدده دنيا بطمة وإدارة أعمالها اللي هو زوجي. دنيا بطمة، أنت متهمة بإثارة الضجة في وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على شهرة أكبر. شوف أنا ليش ضحكت؟ لأن مشكلتي أنه أنا ما أسوي مشاكل، لأني مش لست بإنسانة تطمح للشهرة، لأن الحمد لله كل ما نطلع الشارع الناس تشوفنا وتسلم علينا، يعني هذا يكفينا، مو محتاجين أن شهرة أو كلام يزيد أو ينقص منا أبداً. بس مو هذه المشاكل اللي هي اللي خلت الناس أكثر تعرفك اليوم؟ لا أبداً، دنيا بطمة معروفة من أرب آيدل. دنيا بطمة، أنت متهمة بأنك تمنعين طليقة زوجك من رؤية أبنائها. أنا من هذا كله أبي أوجه رسالة، كفاكي سعي بالشهرة، نقطة وانتهى. لمتى الناس راح تكون مشغولة في مشاكلكم الأسرية؟ ليه ما تبطل تسعى للشهرة؟ هذا كان رد دنيا بطمة على الاتهامات. مشكورة دنيا. الله يخليك، أنت اللي مشكور، وتحية ليك على هذا البرنامج الرائع اللي أنا كنت من معجبينه وسعيدة أني وتشرفت أني معك اليوم. حياك الله، شرف لنا، نورتنا بالكويت. شكراً. تغيين تعترفين على كل كلمة قلتيها في اللقاء؟ طبعاً، أنا إنسانة صريحة، شوف اللي يتقبل يتقبل، المتقبل كل احتراماتي. وصلنا معكم إلى الختام، طبعاً الله.